اهلا بيكم في قناة نجوم ومشاهير. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. في فيديو النهاردة هنتكلم عن القائمة النهائية لمسلسلات رمضان والقنوات الناقلة لها. اول مسلسل معانا مسلسل ليالينا بطولة غادة عادل واياد نصار، وبيدور حول فترة الثمانينات في اطار اجتماعي رومانسي حوالين مشاكل الزوجين والاسرة بشكل عام، وبيشارك في بطولته ايضا الفنانه صابرين ونهى عادل محمد عادل محمد علي رزق، وده هيتعرض على قناه سي بي سي. المسلسل التاني معانا مسلسل الاختيار بطوله امير كراره ودينا فؤاد واحمد العوضي واسلام جمال، وبيدور حول الشهيد احمد صابر المنسي اللي استشهد في رفح عام 2017، وهيظهر فيه ايضا ضيوف شرف ومن ابرزهم صلاح عبد الله ومحمد عادل امام وماجد المصري، وده هيتعرض على قنوات اون اي واون دراما واي ار تي حكايات. والمسلسل الثالث معانا مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال واحمد صلاح حسني ومي عمر واحمد خليل ورياض الخولي، وده هيتعرض على قنوات الحياة. مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وبيدور حول شخصية رمضان البرنس اللي بيجسدها محمد رمضان اللي بيحصل فيها مشاكل بينه وبين اهله بعد وفاة والده، وبيشارك في بطولته أيضا أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وروجينا ونور ودنيا عبد العزيز. ومسلسل برنس ده هيتعرض على قنوات دي ام سي وام بي سي مصر. المسلسل مع رجالة البيت بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي، وكان اسمه الأول منزل تيمون وبومبا وغيروه إلى رجالة البيت، وبيدور حول إطار كوميدي وبيشارك فيه الفنانة ويزو لطفي لبيب بيومي فؤاد، وده هيتعرض على قنوات اون اي. مسلسل فالنتينو بطولة عادل امام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي المرغني ومحمد الكيلاني، وده هيتعرض على قنوات ام بي سي مصر ودي ام سي. مسلسل ميت وش بطولة نيلي كريم واسر ياسين، وبيدور حول اطار شعبي بتجسده فيه الفنانة نيلي كريم دور نصابة شعبية بمساعدة اسر ياسين، وبيشارك في بطولته ايضا بيومي فؤاد واسلام ابراهيم ومحمد عادل وعلا رشدي، وده هيتعرض على قنوات دي ام سي. مسلسل سلطنة المعز بطولة غادة عبد الرازق، وبيدور احداثه في اطار دراما شعبية حيث تدير في محلات كبدة ورثتها عن والدها ذلك وبتتغير حياتها، وبيشارك في بطولته ايضا محمد شاهين ودينا وحسن حسني ومي الغيتي وانتصار. مسلسل سلطنة المعز ده هيتعرض على قنوات النهار. مسلسل بنحب تاني ليه بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وبيدور احداثه في اطار اجتماعي كوميدي بيشارك في بطولته ايضا سوسن بدر اسلام جمال بدرية طلبة ايمان السيد طار عماد، وده هيتعرض على قنوات ابو ظبي. مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري وايتن عامر وهبة مجدي، وبيدور حول المهندسة ملك اللي بتجسدها ياسمين صبري وبتمر بالعديد من العلاقات العاطفية وكلها بتفشل بسبب حبها لشغلها، وبيشارك فيه أيضا أحمد مجدي ومحمد دياب وأحمد الشامي. ومسلسل فرصة تانية ده هيتعرض على قنوات سي بي سي. مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، وبيدور احداثه حول الفنانه يسرا اللي بتحل مشاكل اخواتها وابنها المدمن للمخدرات اللي كان في المرحله الجامعيه، وبيشارك في بطولته ايضا حلا شيحه وخالد انور وجمانه مراد وبيومي فؤاد، وده هيتعرض على قنوات الحياه وسي بي سي. مسلسل سكر زياده بطوله ناديه الجندي ونبيل عبيد وهاله فاخر وسميحه ايوب، وكان اسمه واسم المسلسل منذ البدايه كان نساء من ذهب، وتم تغييره بعد ذلك الى سكر زيادة، وده هيتعرض على ام بي سي مصر. مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني، وبيدور حول اطار اجتماعي درامي حيث تقع دينا الشربيني في حب واحد وخانت زوجها، وبعد ذلك اكتشف زوجها خيانتها فقامت بقتله، وبعد كده بتفقد الذاكرة، وبيشارك في بطولته ايضا رجاء الجداوي واحمد داود وانجل مقدم. مسلسل لعبة النسيان ده هيتعرض على ام بي سي مصر. مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد، وبيدور احداثه في اطار تشويقي واثارة حوالين جريمة قتل بتحصل في احداث المسلسل، وبيشارك في بطولته ايضا هنا شيحة نسمة محمد لطفي وليد فواز، وده هيتعرض على قنوات النهار.
وكده احنا قلنا ابرز المسلسلات اللي هتيجي في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.